بعضهم شافوها في وجهي، سمعوها من كلامي، وتشبعوا بها من الرنه نتاع الصوت ديالي. واش المغاربه رجعوا خفاف، رجعتوا دراري، وصلنا لهذا الحد. وصلنا لاش باش بواسطة إما الأطفال أو الأوباش. الأوباش نظر حسيمة تطوان قصر الكبير، الأوباش العاطلين اللي عايشين بالتهريب وبالسرقة، واستعملوا في مراكش كما هو الشأن عند جميع المشاغبين، استعملوا الدراري الصغار هما الاولين نزيدوهم في المظاهر. واسيدي انا تنقول لكم دوك الاوباش راه مشاو للحبس، والدراري خصهم يعرفوا هاد الدراري والطلبه والتلاميذ راه من اجلهم باش غلات المعيشه كذلك. وتنقول للدراري الصغار اللي تيسيروا من الناس لا باقيش يعاودوا يتمازحوا معنا، راه الامر تعطى باش حتى هما يجري عليهم ما يجري على الكبار. وتنقل الاساتذه راه معروفين انهم اللي كيقولوا يديروا الاضراب ويخرجوا للزنقه، على ان الاساتذه راه منهم الكثير تدحرج. الاساتذه يعرفوا انه في المستقبل غادي يجي عليهم القانون، القانون اللي هذه مده وحنا عايشين عليه في الحمايه، واكدوا الاستقلال، وانه المروج تاع اكاذيب او القائم باعمال من شانها أنها توقع خلل بالأمن العام، راه ما تيتعاملوا أقصى معاملة.